على هذه التغطية الإعلامية الخفيفة، ومعنا بالكم الاتحاد الوطني والشباب المدني راه هذايا إن شاء الله اليوم رحلة استجمامية إلى ولاية مهران لفائدة المنخرطين. بهذه المناسبة نحيي الجميع، نحيي الأخ عمر، مرحبا بالجميع، نتمنى لكم رحلة ممتعة للجميع إن شاء الله. طريق السلامة، شكرا أخ عمر. يعطيك الصحة النعوم، بارك الله فيك. Thank you.